السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو. أتمنى إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وعلى خير. كما يعلم الجميع أن يوم واحد متبقي اللي هو يوم الخميس 27 غشت غدا تكون جلسة القضائية بخصوص قضية الطعن في القرار الرئاسي الأخير، أتكون على الساعة الواحدة بعد الزوال بتوقيت نيويورك. بالنسبة للناس اللي مهتمين بالأرم وبغاو يسمعوا لها الجلسة هذه، هذه الجلسة هذه غادي تكون مرئية بالنسبة للقاضي والمحامون بحكم يعني الوباء، يعني غادي تكون يعني ذاك الشيء عن بعد، وغادي تكون سمعية بالنسبة للصحافة وبالنسبة للرأي العام بالخصوص. بالنسبه للناس اللي بغاو يستمعوا لهذه الجلسه هذه غادي نخلي في تعليق مثبت يعني الرقم الهاتف والباسورد، سواء ان كان الاتصال من امريكا او خارج امريكا. بالنسبه للناس اللي خارج امريكا، يعني كما نعرف ان بعض الدول تكون تكلفه غاليه للاستماع لهذه الجلسه هذه، بحيث انها قد تدوم الى ساعه او ساعتين بالخصوص. كاين حلول، كاين سكايب، وكاين تطبيقات بإمكانك الاتصال من أي دولة إلى أمريكا بالمجان. على أي أنخلي لكم التعليق المثبت المعلومات اللي بغيتوا تواصلوا وتستمعوا لهذه الجلسة هذه. فيما يخص القضية، كما نعلم أن القضية مرت بمراحل. المرحلة الأولى اللي كانت وهي تقديم الدعوة القضائية للطعن في القرار من طرف المحامون الذين يتكونون من 20 محامي. المرحلة الثانية وهي كانت مرحلة الاستماع المحامون والقاضي بخصوص يعني القضية القرعة وقضية المنع المهاجرين من الدخول إلى أمريكا. المرحلة الثانية اللي كانت هذه المرحلة الثانية هذه اللي كانت وهي القاضي أمر المحامون بتلخيص وجمع هذه الملفات إلى يعني إلى خلاصة، يعني تم تقليصها إلى خمسة قضايا، يعني خمسة فئات على حساب كل محامي. كذلك المرحلة الثالثة وهي المرحلة اللي أمر فيها القاضي بطلب أدلة وإعطاء إثباتات من الحكومة بخصوص المتضررين من هذه الناحية. لولا يعني هذا القرار اللي خرج به القاضي، ما كانش المحامون غادي توصلوا بهذه الأدلة هذه. يوم الأحد المنصرم تم الرد الحكومة وإعطاء خصوص هذه القضية هذه، في حين أن هذا الرد كان متأخر وهذا عامل سلبي بالنسبة لهم كما يرى بعض المحامون. كذلك أن يوم الاثنين تم التعقيب من طرف المحامون على هذا يعني الرد اللي كان، بأنهم يقولون بأن أصحاب قرعة وأصحاب يعني غير متضررون من هذا القبيل، وأن يعني إثباتات تقول بأنه القرار الرئاسي وأن المرض وإلى غير ذلك من الأمور، في حين أنهم تم التعقيب عليهم من طرف المحامون بالخصوص. هذا هو كل ما في الأمر بالنسبة لهذه المراحل اللي مرات. يعني نحن أمام مرحلة الأخيرة اللي هي الإعلان عن الحكم، ولا أعتقد أنه سيكون يعني إعلان عن الحكم يعني يوم الخميس، الله أعلم أقول، ولكن هذا على حساب لسان محامي الاسم ديالو كورتس مورسون اللي خليت لكم الفيديو ديالو، حيث أنه يريد أن من المحامي أن يأخذ وقته الكافي لاتخاذ القرار في هذا الحكم، لأنه يرى أنه في مصلحتهم أن يتخذ القرار ويأخذ كامل وقته للرد على هذه القضية. نقطة أخرى مهمة أشار إليها المحامي في الفيديو ديالو، قال بأن الحكومة الرئيس اتخذ القرار بخصوص المنع، وأن المحكمة ليس لها الحق في مراجعة قرار الرئيس، ويقول تعقيبا على هذا القول بأنهم سيخسرون المعركة.
فعلا أنها معركة طويلة فيما يخص هذه القضية هذه، ليس من السهل يعني اتخاذ القرار من طرف القاضي بخصوص هذه القضية، سواء من ناحية مصلحة الحكومة أو مصلحة المتضررين. يعني القاضي غادي ياخذ واحد يعني اش نقول لك واحد كيف ما تيقولوا واحد القرار اللي غادي يكون قرار حاسم، وغادي يكون على ما أعتقد أنا قرار مرضي بالنسبة للجميع. بالنسبة للناس اللي تتساءلوا بخصوص قضية التمديد السنة المالية ل 2020، كما يعلم الجميع أن في سنة 1998 يوم على ما أعتقد يوم 7 غشت بخصوص يعني قضية المشكل اللي كان وقع في تنزانيا وكينيا بخصوص يعني انفجار السفارات السميت ديال هاد الدول هادو الأمريكية بهاد في بلدانهم، كان وقع واحد تأخير بالنسبة لأصحاب القرعة الأمريكية، في حين خرج واحد القانون أو قرار عام اللي قرار 105-360 اللي تقول بتمديد تمديد السنة المالية بخصوص القرعة الأمريكية. هذه القضية هذه احتج بها بعض المحامون وتقولوا بأنه لما لا يعني يمكن بإمكانية تمديد هذه القرعة الأمريكية على ما يعتقدون. وأعتقد أنا أنه يعني من المحتمل ومن العقلاني بأنه سيكون تمديد، والله أعلم. ليس لدي القرار باتخاذ تعقيب عليه والتوقع ماذا سيكون، يعني كل أمر راجع إلى القاضي. وفي حالة يعني في حالة طعن في القرار وتمديد هذا المعطى هذا بما يخص، كما نعلم أن الفئات المتضررة من القرعة الأمريكية 2020، الفئة الأولى اللي تم الاستجابة لها اللي هي الفيزات المنتهية فيما يخص بإمكانهم تجديد الفيزا ديالهم، الفئة الثانية وهي الفئة اللي كان عندها موعد مع السفارة وتم إلغاء هذا الموعد من طرف السفارة، يعني كان عندهم موعد وتم الإلغاء ديالهم. الفئة الثالثة اللي هي اللي توصلوا بالكونفرميشن نمبر. الثالثة هي الفئة اللي توصلوا بالرسالة الثانية وتوصلوا بالكونفرميشن نمبر وبقى لهم موعد مع السفارة. الفئة الأخرى اللي مازال ما توصلوش يعني بالرسالة من مركز كنتاكي بالرسالة الثانية بالكونفرميشن نمبر. أعتقد على حسب معرفتي أنايا، والله أعلم، ما يمكنش لي نتوقع هذا الشيء هذا، ولكن رأيي الشخصي ضروري خصني نعطيه. بالنسبة للفئة الثانية والفئة الثالثة، من المحتمل بأنهم غادي يستافدوا من هذا في حالة ما صدر هذا القرار. الفئة الرابعة، في حالة كان تمديد بإمكانهم الاستفادة من هذا القرار، والله أعلم كما أقول، وليس لي الحق في التوقع أي شيء، ولكن يجب إعطاء وجهة نظري بهذا الخصوص. لكن يجب مراعاة العلاقات الدبلوماسية كذلك وعلاقات الحجر الصحي بالنسبة لكل بلد، ولكن أيضا بعض الدول عليها منع من الدخول إلى أمريكا. يعني هذه الأمور هذه يجب وضعها في الحسبان في حالة تم إصدار هذا القرار هذا. وكذلك التساؤل اللي تنطرحه أنا، كيف سيؤثر هذا على أصحاب القرعة الأمريكية دي في 2021 بخصوص إجراءات الموعد. هذه الأسئلة هذه اللي نتمنى إن شاء الله نلقاو لها إجابة، ونتمنى إن شاء الله في هذه الجلسة هذه يكون عندها يعني إيجابية جدا، وأنا شخصيا أتوقع بأنها غادة تكون إيجابية وللجميع إن شاء الله يا رب. ونتمنى القاضي ما يخيبش الناس وما يضيعهمش في هذا الحلم اللي كانوا تنتظروه لسنوات باش يحققوا الحلم ديالهم. وهذا هو كل ما لدي، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقطة أخرى أريد أن أوضحها كذلك، بالنسبة في حالة ما يعني
تمت موافقة على القرار وتم الطعن في القرار، نتمنى إن شاء الله. فهذا القرار يعني إذا تم الطعن فيه فسيكون طعن شامل للجميع وليس للناس المنخرطون مع المحامي، يعني سيشمل المهاجرون وغير المهاجرين. هذه النقطة هذه اللي بغيت نوضحها. كذلك نقطة أخرى اللي بغيت نشير لها كذلك، وهي فيما يخص مركز خدمات الهجرة والمواطنة USCIS. مؤخرا تمت الموافقة عليه من طرف الكونغرس في حالة الانتظار الكونغرس والتصويت على هذا القرار. ويوم أمس يعني تم التخلي عن القرار الذي كان سيتم توقيف العمال ديال الخدمات الهجرة والمواطنة، تم يعني الاستغناء على هذا القرار، وسيشتغلون أو سيتمون بمراجعة ملفات المهاجرين. بخصوص هذا الأمر هذا، فإنه ثلاثة أشخاص يعني تواصلوا معايا وقالوا بأنهم هنا في أمريكا USCIS أعطتهم موعد فيما يخص المقابلة ديال البطاقة الخضراء. هذا هو النقطتين اللي بغيت أن أوضحهم.